صباح الخير يا زملاء، تابعين فتح الفني الصباح لشركة وينز بروكر. هيضمها لكم كريم مجدي اليوم 7 يوليو 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. تداولات سلبية لمؤشر داو جونز وانخفاضات طبعا خلال تداولات أمس، وده راجع أكيد في المقام الأول لانخفاض أسهم الطاقة والبنوك خلال طبعا تداولات أمس مع هبوط عائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية أثرت بشكل مباشر، ولذلك شفنا انخفاض وحركات تصحيحية لمؤشر داو جونز خلال طبعا تداولات يوم الثلاثاء. النهارده هنكون في انتظار بيانات هامه، اكيد اهمهم فرص العمل وجوب لوتس لشهر مايو المتوقع عليه ان يجي بنتيجه 9,388,000، ولكن الحدث الاهم هو محضر اجتماع اللجنه الفدراليه للسوق المفتوحه اللي في انتظار طبعا اشارات خاصه بالتضخم والتاثير النقدي خلال الفتره القادمه. دي كانت اهم البيانات ومن الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما حضرتك شايفين طبعا الاداء السلبي لمؤشر دا جونز خلال تلات امس وانخفاضه من المستوى التاريخي ليه عند 34,756، ولكن بيحاول مره اخرى يرجع للاداء الايجابي اللي طبعا على المدى الابعد هو المسيطر. لو جبنا الاربع ساعات هنلاقي ان طبعا الاداء الايجابي هو الاكثر وضوحا وهو المحافظ على الشارت بشكل كبير، ولذلك استمرار الاداء الايجابي هو الامر المتوقع، ولكن ننتظر كسر ال 34,500 وهو بيحاول يعمل ده دلوقتي اثناء حتى حديثنا علشان يرجع مره اخرى لل 650 وراها ال 760، مره تانية كسر ال 34,500 وراها ال 650 وراها ال 760. السيناريو الاخر المعاكس الحق بكسر ال 34,170 وراها ال 33,980 واخر نقطه عند ال 820. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.